إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه الله اليقين. اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته، إنك ولي ذلك ومولاه. ثم أما بعد أحبتي في الله، عودا حميدا إلى برنامجكم لا يفلح الساحر. كنا قد توقفنا في اللقاء الماضي أحبتي في الله عند أعراض السحر المشروب، ويعني التزامه بأعراض سحر العنوسة، وإيه السبب اللي خليه يرتبط بين سحر العنوسة والسحر المشروب. لأن الإنسان اللي بيعمل السحر العنوسة ده أكتر الناس بتعمله سحر مشروب، يعني بتشربه للمسحور مباشرة. وتكلمنا عشان بس نذكر عشان الناس يعني تقدر تستوعب المواضيع، وعشان أنا بنقول إيه حاجات ممكن تكون صادمة للناس شوية أو واقع إحنا عايشينه فعلا، لأن دي حالات موجودة عندي كل يوم في المراكز وشايفينها قدامنا، وعارفين ان في مشكلة اسمها السحر متعلقة بامراض متعددة بتقتل الانسان، والانسان في مش عارف هو يعمل ايه، لان الموضوع اكبر من الواقع اللي الشيوخ عايشينه او التفكير اللي الشيوخ بيفكروه. لان معلش الشيوخ، انا دايما بنأكد على المعلومة ديت، واخدين ان الجن هو المشكلة، ونروح للشيخ قرى عليه آيتين قرآن وطلع الجن من عليا، وبعد شوية الجن رجع لي تاني، وبعد شوية نروح لشيخ تاني، وبعد شوية نروح لشيخ تالت، والشيخ برضو يقول لي اصلا الجن عمل، اصلا الجن خلى. كل حياتهم كلها فين؟ الجن هو المشكلة بس. لكن احنا في برنامج لا يفلح الساحر بنأصل المسائل دي عشان الناس تبقى فاهمة يعني ايه سحر، فاهمة ان السحر ده مرض موجود حقيقي داخل جسمك، مش مجرد حاجة روحية بس. لان في فرق بين المرض الروحي اللي هو الجن والمرض العضوي. السحر ده مرض عضوي زي اي مرض في حياة الانسان، والجن ده مرض روحي. لو انت علقت على المرض الروحي بس انت كده مش هتعالج، لان المرض الروحي ده اتى بعد صراع كبير جدا في جسم الانسان بالسحر. الإنسان قاعد يصارع في السحر ده هو سنتين ثلاثة أربعة عشرة عشرين سنة خمسين سنة لما يموت بيه، وبرضه الجن متمسك لأن دية البقرة بتاعته اللي هو متمسك بيها، عمره ما يسيبها مهما رحت للشيوخ ومهما عالجته، عمره ما يسيب الإنسان المسحور غير لما تنضف له طلسم السحر الأول من دم الإنسان، وبعد كده هو بيسيبك ويمشي من غير ضرب ومن غير صعق بالكهرباء ومن غير أهانة ومن غير شتيمة ومن غير انك تحبسه في إزازة ومن غير انك تخليه مثلا تهينه او يهين المريض او تضرب المريض او تقلع ضوافر زي ما بنشوفه او يخنقه او الى اخره. ودي طبعا احنا كلنا عندنا الواقع ده عايشينه كل يوم، بنشوف ان الشيخ بيعذب انسان، والشيخ ضرب فلانة، والشيخ كتب على جسمه فلانة، والشيخ قلع شعر فلانة، والشيخ قال لها تلبسي كذا على جسمك في يوم كذا. وللأسف الناس بتنفذ. يعني انا كان عندي اخ الاسبوع اللي فات بقول لي الشيخ اداني او الساحر ده اداني يعني لبس داخلي لزوجتي، قعد عنده اسبوع وبعدين مكتوب عليه واداهولي خلى زوجتي تقعد تبقى لابسه شهر لا تستحمى، وحتى لو عليها دم حيض ما تستحماش ولا تصلي ولا 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 الى اخره. ليه؟ عشان خاطر الجن اللي عليها يرضى ويسيبها وما يجيش ناحيتها تاني، وكده تبقى اتعالجت والمصيبه تكبر. فالناس انا عايز نفهم، الناس اللي بتروح للناس ديت او الشيخ ده، انت مش لازم تفكر، مش لازم تقول الناس الراجل ده اللي قدامي ده بيفكر صح ولا ايه الموضوع بالظبط. ازاي تديك لبس زي ده عشان تلبسه لزوجتك وزوجتك تفضل لابساه شهر من غير لا تستحمى ولا تصلي ولا 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 حتى يعني ما فيش اي طهاره ولا في اي شيء خالص نهائي؟ ازاي يعني؟ فدي مصايب من ضمن المصايب. واحد تاني يقول لي اصلا رحت للشيخ والشيخ قال لي لازم نكتب على جسم زوجتك كذا كذا عشان خاطر السحر يتحل، والتالت عشان زوجته مربوطه وهو مربوط عن الجماع او غيره راح للساحر، والساحر قال له لا ده لازم يبقى فيه خلوه بينه وبين زوجتك عشان الجن اللي عليها مش هيطلع غير لما نقعد انا وهي لوحدينا، مش عارفه ايه كلام يعني حاجه تشيب الرؤوس فعلا. وده واقع احنا عايشينه، وحاجات احنا بنعرضوها بنقوله يا جماعه خلي بالكم، اوعى تدي، اوعى زوجتك تكلم شيخ. انا بنقولها صريحه، اوعى زوجتك تكلم شيخ. الشيخ ده مش معصوم، الشيخ ده بني ادم زيك زيه، الشيخ ده ممكن يكون انسان مش كويس، الشيخ مش هو ده احسن حد في الدنيا. الناس مفكرة ان بدل بقى شيخ يبقى ده شيخ، يا عم الشيخ يعني ده بيتكلم مع زوجتي في العلاج. لا، ما تخلوش يتكلم في العلاج،
انت ما تخلوش كلمه في العلاج، ما تخليش الشيخ يتكلم بنتك في العلاج، ما تخليش الشيخ يختلي بنتك او زوجتك، ما تخليش الشيخ يتكلم يبقى في يعني في كلام بينه او في اي صله بينك وبين بينه وبين زوجتك او بينه وبين بنتك او بينه او بينه وبين اي حد من حرمك. لازم يكون في انت في النص بينهم. حاجه عايز توصلها للشيخ عايز تكلمه كلمه انت، في حاجه في العلاج كلمه انت. ما تقولوش ما تقولش زوجتك كلمي الشيخ. والناس بتزعل مني كتير، احنا عايزين رقم الشيخ راضي، احنا الا نكلمه الشيخ راضي. احنا انا ده الموضوع ده مرفوض عندي منعا باتا. لو في العلاج يبقى تبقى قدامي في المركز انا عايز اكون كلمك، لكن تليفون لا. وانا رافض الكلام ده، حتى الناس اللي عندي برد على التليفونات انا مديلهم حدود يتعاملوا بيها او يتعاملوا بيها، حدودك كذا 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 بس. ليه؟ لان دي فتنه، دي فتنه فتنه، والناس بتستغلها والشيوخ بيستغلوها، والناس عندهم احنا عندنا حب العاطفه شويه او عندنا وضع عاطفي بالنسبه للانسان او الانسان والشيخ. يقول لك اصل ده شيخ، ماله الشيخ يعني؟ الشيخ مش معصوم، بل ده ممكن الشيخ يكون واخد الموضوع ده، واكترهم اكتر الشيوخ عاملين الموضوع ده واخدين الموضوع ده ستار عشان خاطر هو يداري بيه بلاويه، ويداري بيه المصايب اللي بيعملها، ويداري بيه ان هو اصلا شهواني، وانه اصلا الجن واخد الحب الشهوه والنساء، فقال لك دي شغلانه ناخد بيها نكسب بيها يعني عند الناس بنطة، ونبدا ايه وناخد ليا وضع عند الناس ان انا شيخ، ونبدا نتكلم مع النساء زي ما انا عايز، ونتكلم مع البنات زي ما انا عايز، والناس يقول لك ده شيخ. شيخ مين ده؟ شيخ مين؟ حاجه يعني ايه، حاجه مش حلوه خالص. ان شاء الله برضو عشان ما نقطعش الموضوع، باذن الله احنا كنا وعدنا الناس ان احنا هنعمله مركز في القاهره او الجيزه ان شاء الله. فبنبشر ان شاء الله ان يوم الجمعه باذن الله الجمعه القادمه الافتتاح مركز النور في 6 اكتوبر باذن الله، والعنوان على الشاشه قدامكم، وان شاء الله يعني هنكون متواجدين، وان شاء الله نقدر. عشان احنا انا كنت رافض ان نبقى في القاهره شويه او الجيزه لاسباب يعني، فخلاص الناس من كتر الزن لا لازم تيجي الجيزه، لازم تيجي القاهره، لازم كذا، فاحنا قلنا خلاص هنقربوا على الناس ونكونوا قريبين منهم عشان نقدروا ان نحاربوا الساحر ونحاربوا النصاب ونحاربوا المشعوذ، لا هنقربوا من الناس ونكونوا موجودين معاهم. وان شاء الله المركز في 6 اكتوبر قريب منك جدا اهوت. اي حد من المدن اللي هي الجيزه او القليوبيه او الدقهليه او الشرقيه او كل او القاهره الكبرى او الصغرى، ان شاء الله ده هيكون متاح بالنسبه لك، مواصلاته قريبه جدا، وان شاء الله هنعمل خصومات كويسة على اي علاج احنا هنشيل تكلفة فيه، حتى لو هو مكلف هنشيله ان شاء الله مع الناس بقدر الامكان باذن الله. وان شاء الله هنكون يعني يد عون او نقدر نفيد بيها الناس ونقرب من الناس باذن الله تبارك وتعالى. علشان خاطر الموضوع الحلقة، وعلشان خاطر نقدر نوصل المعلومات، وعشان خاطر نقول للناس احنا موجودين يا جماعه اهوت ونقدر نعالج، واوعى تروح لشيخ ينصب عليك، وان السحر ده مرض زي اي مرض، انت ممكن من غير ما يكون شيخ، يعني مش شرط يكون شيخ ولا هو شكله شيخ ولا ولا ولا، لازم يعالجك انسان عنده دين وعارف يعني ايه سحر وبيعالج السحر، خلاص هيعالجك، مش لازم يكون هو الشيخ بس او الراقي بس ولا يعالجك. الراقي ده بيرقي عشان خاطر يعالج الجن، لكن علاج السحر ده قصه تانية خالص، قصه تانية اكبر من اللي في دماغ اي حد. فلازم الشيخ اللي بيعالج يكون فاهم يعني ايه سحر، فاهم يعني ايه مرض سحر، فاهم يعني ايه جن، فاهم يعني ايه الفرق بين غرض من السحر وفرق، وفاهم يعني ايه نوع السحر، ايه الفرق بينه، يقدر يفرق بين النجاسات وبعضها. كل ده محتاج معلومات ومحتاج خبرة من الشيخ، ومحتاج الانسان اللي يكون بيعالج يكون عنده فكر ويكون يقدر يعالج الناس. هنتكلم اعراض السحر المأكول سريعا عشان معانا ضيف النهاردة بقدر الله تبارك وتعالى يظهر معانا او يجي معانا الشيخ سعد، عشان اهل الصعيد عايزين الشيخ سعد. فانا صراحة قلت خلاص يبقى نجيب لهم الشيخ سعد، وبعد كده هنجيب لهم الشيخ جلال برضه عشان البحيرة والجنب البحري عايزين الشيخ جلال، وهنجيب الشيخ حميدة في حلقة بإذن الله تبارك وتعالى. وان شاء الله هنكونوا يعني متواجدين معاكم في مركز 6 اكتوبر هنا، احنا يعني الشيوخ كلهم والاخوة اللي شغالين معايا عيبوا كلهم متواجدين بإذن الله، وانا بقدر الامكان هنكون متواجد بقدر الله تبارك وتعالى في المركز هنا بإذن الله. نتكلم سريعا على اعراض السحر المأكول سريعة، وبعد كده نستقبل الشيخ سعد عشان خاطر برضو المشاهديننا واهل الصعيد كلهم يقدروا يعني يتواصلوا مع الشيخ سعد ويشوفوا ان الشيخ سعد طبعا بيذكر كل مرة في الحلقات معانا، ان ربنا يعني يباركه ويبارك فيه ويحفظه، انه فعلا اخ محترم واخ مؤدب واخ نثق فيه
واخ متعلم فعلا، واخ لما خد المعلومات مننا ودرسها اخ دارس وفاهم يعالج ازاي، واحنا برضو دايما بندوله كل جديد عشان خاطر يواكب المعلومات اللي بيديها ابليس للسحرة عشان نقدر نفيد الناس اكتر. اعراض السحر المأكول، احنا قلنا السحر الاسحار دول ست انواع سحر، ما لهمش سابع، مأكول، مشروب، مرشوش، مدفون، معلق، منفوخ، ست انواع سحر هم. كل سحر من دول له اعراض خاصة بيه لوحده محدش بيشاركوا فيها، ولهم اعراض عامة احنا اتكلمنا فيها كذا مرة وان شاء الله نتكلم عنها تاني. لهم اعراض عامة بتجمعهم كلهم ست انواع سحر دول، ولكن كل نوع سحر من الستة دول له اعراض خاصة بيه في جسم الانسان، بتظهر عليك اعراض خاصة بيك. الاعراض دي يعني كل سحر بيميز نفسه باعراض مختلفة عن نوع السحر التاني. اول سحر اللي هو السحر المأكول، واحنا قلنا ان السحر ده بنقسم لقسمين، قسم جوه الجسم وقسم داخل بره الجسم. القسم اللي جوه الجسم ده المشروب والمأكول، والقسم اللي خارج الجسم ده اللي هو فيه طلسمين بيكون المرشوش والمدفون والمعلق والمنفوخ، دول اربع انواع همت. دول بيبقى خارج الجسم بالهم طلسمين سحر وبالهم جنين، جن خادم للسحر وجن حارس للسحر اللي بره، ودول هم بيشتغلوا على المريض الاثنين. السحر المأكول والمشروب بيكون يعني بتكون اعراضهم قوية على جسم المريض لكن علاجهم سريع. لازم نفرق بين المسألتين دول. المأكول والمشروب اعراضهم بتبقى قوية على الجسم، الانسان بيحس بيهم بسرعة لكن علاجهم بسيط وسريع وبسرعة وبتخلص منهم. لكن السحر المدفون والمرشوش والمنفوخ والمعلق دول بره الجسم لكن بيبقوا اقوى، اعراضهم خفيفة على الجسم لكن علاجهم صعب شوية. لكن لو الشيخ اللي بيعالج فاهم هو بيعالج ايه، بيكون ان شاء الله كل حاجة لها علاج وتخلص من اعراض السحر كلها، ايا كان نوع السحر مأكول او مرشوش او مشروب او معلق او مدفون او منفوخ، اي نوع من انواع السحر لو الشيخ فاهم هتتعالج. وما انزل الله من داء الا وانزل له دواء، علمه من علم وجهله من جهل. فكل كل داء له دواء، لكن لو الشيخ فاهم هو بيعالج ايه خلاص القصه بتنتهي والموضوع مش صعب. ولا السحر هو نهايه العالم عشان الناس تقول يا شيخ السحر ده الجن ده يهودي، والجن ده درزي، والجن ده اصله مش عارف، والجن ده ماري، وده كله جن واحد، كله واحد، هو جن فكر واحد وعقل واحد. بس انت لما تروح له صح او تمشي له صح او تعالجه صح خلاص هو بينتهي والموضوع بيتعالج، ومش صعب للدرجة اللي الشيوخ عاملاها عشان الشيوخ ما يهموش الناس ويضحكوا على الناس، يقول له انت اصلا انت عندك جن مجوسي، اصلا انت عندك جن يهودي، ويقعد يتكلم معاه هو اصلا قرينه بيشتغل الشيخ وبيشتغل البريد نفسه، يقول اصلا الجن اللي عليه جن يهودي. ايه يعني جن يهودي؟ يعني هو جن برضه، هو جن وجن فاسد او جن متعدي ايا كان، حتى لو جن مسلم ما هو بقى زي اليهودي برضه، بقى زي برضه زي الدرزي، زي اللي ما عندوش دين ايا كان نوعه، هو جن وبيتعالج لما تعالج له السحر. تعالج السحر ايا كان نوع الجن مش هيفرق معانا، لكن الجن بيفرق معانا امتى؟ السحر نفسه هو اللي بيختار نوع الجن تبع قوة المريض نفسه. يعني المريض ده بيحب الصلاة ما بيجيبلوش جن يهودي، بيجيب له جن مسلم زيه. لازم الاول الشيخ يبقى فاهم هو بيعالج ايه. لو الجن الانسان ده بيحب الصلاة يجيب له جن اصلا بيحب الصلاة. لو الانسان ده بيكره الصلاة بيجيب له جن يكره الصلاة. ليه؟ لان ممكن يجيب له جن بيحب الصلاة يروح يصلي، يبقى هو مش مصلحته الكلام ده، هيعمل ايه؟ يجيب له جن بيكره الصلاة. طب لو واحد بيحب الصلاة يجيب له جن بيحب الصلاة، واحد يحب القرآن يجيب له جن بيحب القرآن، واحد بيحب الحريم يجيب له جن بيحب الحريم، واحد بيحب الفلوس يجيب له جن بيحب الفلوس. الساحر لما بيعرف او بيروح المسحور او اللي راح يعمل السحر بيروح يعمل السحر ده بيشم ريحة المريض، وبيبعت الجن يشم ريحة المريض، بياخد قرينه ويسأله على كل حاجة، كل كبيرة وصغيرة في حياته، بيحب ايه، بيكره ايه، بينام امتى، بينامش امتى، بياكل ايه، بيروح لمين، بيحب مين، بيكره مين، بيحب النساء، بيحب الفلوس، بيحب البخل، اي شيء بيديله ايه انطباع عنه، راضي ده بيحب كذا وكذا 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 وكذا، بيجيب له جن برضو على نفس الايه، نفس السيستم بتاعه عشان ما يلخبطش او ما يلبسه او ما يلخبطش ان هو خلاص هيتجيب له جن التاني بيحب الحريم وده بيحب الفلوس، هما الاثنين مش هركبوا مع بعض. فبروح يجيب له جن، بيجيب له جن نفس الايه، نفس السيستم بتاعه عشان لما يلبس معاه ما يستغربش او ما يحصلش تغيير مفاجئ في جسم الانسان، الانسان يعيش طبيعي. لبسه الجن خلاص هو ما حاسس بحاجه، بعد فتره الجن ده يبدا يعوده على الطباع اللي السحر قايل له عليه، قايل له خليه يحب فلانه، هو خلاص بقى انت تنام تاكل تشرب ماليش دعوه بيك، انا جاي لك عشان تحب فلانه بس.
طيب الشيخ بقى يقول لك اصل سمع القران صوت وصرخ، مين اللي قال لك اصلا ان الجن لما بيسمع القران بيصوت وصرخ؟ مين اللي قال الكلام ده؟ ودايما بنأكد عليه، انا عايز اللي بيقول ان الجن بيتعب من القران يجيب دليل، عايز اللي يقول ان الجن بيتعب من القران وبيصرخ وصوت يجيب دليل. الجن القران ما بيتعبش حد، يبقى هو خلاص هو جاي لك الجن ليه؟ عشان خاطر تحب فلانه بس، شغلته ديت. هو جاي لك عشان تكره فلان، شغلته ديت. لكن هو بيعودك على الضحى هو عايزها منك. هو جاي لك عشان تحب النساء وانت بتصلي مش هتحب النساء، فيحاول قرينك يضغط عليك بشكل ما او بصوره ما عشان خاطر تسيب الصلاه شويه، عشان خاطر يبدا يخليك تبقى بتاع حريم، او يخليك بتاع فلوس، او يخليك قاتل، او يخليك مريض، او يخليك كذا. هو عنده خريطه جاي بيها من عند الساحر عشان يمشيك على يمشي حياتك عليها، ونفذ الخطه اللي جاي بيها من عند الساحر. ناخد اعراض السحر المأكول سريعا عشان نستقبل الشيخ سعد، هنقولها كده سريعه ايه عشان يعني ايه الناس يعني ما تملش مننا. احنا دايما بناكد ان احنا مش عايزين حد يزهق مننا، مش عايزين يعني الموضوع ناخدوه بقى ايه ده شيخ وضرب وصعق وحرق والقصه ديت. احنا عايزين الايه الدراما دي نطلع منها شويه، يعني اطلع من الدراما ديت. انت مش شيخ لازم تكون متزمت، او لازم تكون عندك بقى ايه لا ده جن عمل ده انا خليت الجن صوت. لا ده مين اللي قال لك ان الجن اصلا بخاف منك اساسا؟ الجن لو جاي بسحر والله ما خايف منك، والله لما تبات تضرب فيه انت وميت شيخ معاك ولا همه حاجه اصلا، لانه مش حاسس بحاجه يا استاذنا. لكن مين اللي حاسس المريض انت عم تضرب فيه وتعذب فيه؟ طب الجن ده هو في مكانه. اكتر حاجه تزعل الجن في حياته ايه؟ انك تقلل ماده السحر من الجسم بس. طالما انت قللت ماده السحر من الجسم الجن بيتاثر ويضعف. طول ما ماده السحر قويه الجن قوي معاه. انت بقى سايب ماده السحر قويه عمال تضرب في الجن، ما هو قوي. هو قوي عشان ماده السحر اللي معاه قويه. نظف ماده السحر من جسم الانسان الاول، هتلاقي الموضوع ابتدى الجن يهدى على المريض، ويبدا حتى من غير ما تضربه ولا تسمعه ولا تعمل له اي حاجه خالص الجن بيقتنع ويهدى ويمشي. اول عرض من اعراض السحر المأكول المغص او اضطراب في المعدة قوي جدا. عنده بيبقى عند الانسان دايما المريض بالسحر المأكول ده، زي ما احنا قلنا بتبقى اعراض السحر المأكول او المشروب بتبقى قوية في جسم المريض وبيبقى سهلة في علاجه. اول ما هو عنده سحر مأكول انت ربنا اعانك انك تنظف مادة السحر من دمه، خلاص القصة بتنتهي والمريض بيرجع وضعه الطبيعي في خلال اسبوع او يومين او ثلاثة او يوم تبع قوة السحر في الجسم، بيروق يبقى كويس ان شاء الله. فقدان الشهية أو يلتهم الأكل بشراهة، عين دايما نفسه مسدود على الأكل أو يأكل بسرعة ملوش نفس الأكل، أو العكس بيحصل معاه دايما يبقى عنده رغبة في القيء عايز على طول يرجع، يقول لك أنا حاسس إني عايز أرجع، أو برجع بالفعل خاصة ممكن يرجع حاجة ريحتها وحشة كبراز أو لحم يعني عفن أو كده. دايما يحس إنه بعد ما بيأكل إنه جعان تاني، يعني كل وخلاص شبع، وبعد كده يدخل المطبخ عايز اكل تاني او عايز تاكل تاني، شافت اكل قدامها عايز تاكل تاني معناها لسه اكله دلوقتي، فده بيرضوا بايه؟ لان الجن عايز ياكل الاكل على طول. ممكن اكل معين كان بيحبه او بيكرهه يحبه جدا يكرهه جدا، يقول لك انا بنموت ناكل لحمه، على طول عايز اللحمه قدامي، عايز طول عايز المكرونه قدامي، على طول عايز الرز قدامي، على طول عايز شوربه كذا قدامي. طيب مع انك بتكرهها من سنتين ثلاثه. طيب العكس ممكن هي كانت بتحب الاكل اللحمه او بتحب رز او بتحب كذا جدا، وبعد كده مره واحده مش عايزه ناكل ده، ولو شفتها قدامي نرجع. لو شفت الاكل ده قدامي نحس اني عايز ارجع. سمك كان بياكل سمك طبيعي جدا ومره واحده ما مش عايز ناكل سمك خلاص، ده برضو ايه بيبقى تاثيره، لان الجن اللي جواه ماده السحر اللي جواه متشبعه في جسمه مش عايزه ياكل سمك عشان ما يزودش ماده السحر في جسمه اكتر من كده. دايما على طول شارد ويشوف خيالاته وقاعد، دايما على طول مخه ده او ذهنه شارد، اتكلمه كانه في دنيا تانية مش موجود معاك. ليه؟ لانه دايما في سرحان. طب بتفكر فيه مش عارف، طب على طول مخه شغال او مشغول بحاجه هو مش عارف ايه اصلا. طبعا الخوف شديد لو بقى في مكان لوحده، واحد يقول لك انا قلبي كان زي الحديد اول الفتره اللي فاتت ديت، انا يا دوب ندخل بس عايز المدام تخش مع الحمام من الخوف، خوف غير عادي. او هي برضه المدام عنده تقول له تعالى معايا الحمام، تعالى معايا المطبخ اقف معايا، لا ده ما تروحش الشغل وتسيبني، لا ده انا ما امشيش في الشارع لوحدي، لا ده ما نطلعش الاسانسير لوحدي، لا ده ما ادخلش. ليه؟ لان الموضوع عندها خوف غير عادي وخوف غير مبرر. دايما يحس انه حد ماشي وراه، دايما يقول لك انا حاسس ان في حد ورايا، حاسس ان في وانا ماشي كان حاسس ان في صوت رجلين ماشيه ورايا. طب واحد يقول لك لا ده انا حاسس ان حد هيحط ايده على كتفي وانا ماشي. واحد تاني يقول لي او منغمض وانا في الحمام والماء بتنزل على وشي نحس ان في حد هيضربني في وشي، او نحس ان في عينين كاني زي عينين القطط كده او الكلاب فين في وشه
بقى وهي او ما تقفل عينيها او كده. ما يحبش اكل الكوسه، دايما يكره الكوسه، لان الكوسه ديت النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبها والشيطان بيكرهها، فدايما الكوسه بيكره الكوسه اللي هي اليقطين، ما بيحبش الكوسه، مش عايز ياكل كوسه. دي اعراض السحر الماكول. قلناها سريعا، نطلع فاصل وناخد الشيخ سعد ربنا يحفظه ويبارك فيه ونكمل مع حضراتكم. اتفضل. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عودا حميدا رجعنا لحضراتكم تاني، وان شاء الله معنا الرحب باخونا ومولانا الشيخ سعد ربنا يحفظه ويبارك فيه. الاخ سعد ده اللي هو مسؤول عن مركز انا او الجنب الابل يعني كله في العلاج، وان شاء الله باذن الله احنا عايزين دايما ايه لما بنوعد بنوفي. الناس كلها عايزه نستضيف الشيخ سعد معانا عشان الناس تبقى تربط بيننا وبين الاخوه اللي شغالين معانا في المراكز. اقول لك احنا بنشوف الشيخ راضي بس، يبقى احنا عايزين نروح نشوف الشيخ راضي في المركز. هو برضو اعذروني انا ليا ظروفي الخاصه، او برضو كل يوم تسوير او في مكان، فالموضوع صعب عليا شويه، لكن احنا في المراكز عندي اخوه مدربين وعارفين هم بيعملوا ايه، والنتائج الحمد لله بتبان كل حلقه، كل حلقه ناس بتتصل علينا في خلال الحلقه يعني، وبتقول ان احنا الحمد لله رحنا المركز هنا ورحنا مركز البحيره ورحنا مركز اسكندريه وتعالجنا وبقينا كويسين والحمد لله. رحب مولانا الشيخ سعد ربنا يحفظك ويبارك فيك. جزاك الله خير ويبارك فيك مولانا. نورتنا شيخ سعد وربنا يحفظك ويبارك فيك. الله يكرمك ويبارك فيك، جزاك الله خير. ربنا يحفظك. الاول يا شيخ سعد، احنا طبعا احنا بكل مره بيجي لنا اتصال وبقول ان احنا رحنا المركز هنا وتعالجنا وبقينا كويسين. كلت علينا الجو وفي جو قبل يعني على الروح، بعد كده يقول لك خلاص مش عايزين الشيخ راضي، عايزين الشيخ سعد بس. فالنهارده بقى عايزين نعرف من حضرتك ايه اقوى الحالات اللي جت في مركز هنا وعالجناها، وايه النتائج اللي نتجت عن علاجنا هنا. اقوى الحالات الشيخ راضي يعني ربنا يبارك فيك. بالنسبه للحاجات اللي حالي والله يعني من بدايه ما اشتغلنا طبعا في المركز، فطبعا ده يعني مرت على مشايخ كتير، لذلك ان هي مرت يعني من عملت اصعب الامور، قالت ان هي مش يعني شيخ قال لها بوصفه معينه بتعملها كل يوم قبل ما تنام، تجيب لها مثلا يعني نص كيلو شطه وبتجيب زنجبيل وتدهن جسمها كله ووشها كمان وتنام. مرت بالموضوع ده كده اسبوع او اكتر. فبعد كده برضه ما فيش نتيجه، فازاي يعني هو شيخ يعني وتقول ده راجل معالج وبيقرا الرقيه والكلام ده وبيدين وشها جسمها كله شطه وبعد كده بتنام بالشطه وتقوم تغسل جسمها تانية من الصبح. فمرت يعني بمراحل يعني عذاب. بفضل الله جات في المركز الحمد لله رب العالمين، من اول اسبوع تم شفائها الحمد لله رب العالمين. الشطه دي كانت حراقه يا شيخ سعد ولا عادي؟ الشطه حراقه طبعا، لازم تكون حراقه عشان تعذب، عشان تعذبها الاول بعد كده. بس انه يعذب في الجن بالشطه يعني. ايوه هو معناه كده ان هو بيعذب الجن بالشطه والزنجبيل. دي حاجه جديده ديت لسه. انت استعجبت الموضوع ده يعني. حاجه جديده هو يعني متخيل انه هيعذب الجن بالشطه مكان الضرب ومكان الصعق ومكان كذا، خلاص نديها شطه عشان خاطر ايه؟ تمام هنعذبوها يعني. ايوه فكده بيعذب الانسان نفسها طبعا. طبعا بيعذبها، طبعا بيعذبها. بس لك ان في حالات تيجي تقول انا يعني يا شيخ انت تقرا القران انا خايفه لن تضرب لن تعذب، قلت لها ازاي من قالك ان الضرب اصلا او ضرب او تعذيب ما ينفعش ضرب. الجن ده يعني مكلف بسحر معين. ان هو جاي مامور بعمل معين بيعمله، واحد مربوط في الجسم بطلسم، ازاي ان انا اضربه وهو مربوط بطلسم في الجسم؟ لازم نفك الطلسم اللي داخل الجسم. وانا يعني بنصح الناس برضو يعني ربنا يبارك فيهم ويحفظهم، الناس اللي يجوا ما يكون الشغل شاغل ان الشيخ يقرا عليه. لا احنا بننظف طلسم الجسم من طلسم السحر، بننظف الجسم من مرض السحر نفسه، وبعد كده انت لو سمعت سورة الفاتحة بفضل الله اللي خلاص الجن هينصرف، لانه موكل بسحر غصب عنه سواء يعني مسلم غير مسلم. والجن اصلا يعني المفروض الناس ما تصدقش الجن، واحد يقول ده انا عليا خمسة، ده انا عليا 10، ده انا عليا قبيلة، لا الكلام ده كله غير صحيح. انت لا تتعامل مع الجن خلاص، انت تطلع طلسم السحر، تخرج طلسم السحر، وبعد كده الجن بينصرف مع نفسه. يبقى الناس اكتر الحالات شيخ سعد بتقول لك انا ايه، انا عايز اقرا عليه القران الاول. طبعا لانه برضه احنا نعذر الناس ليه، لانه هو اصلا كل ما بروح لشيخ بقول لك اقرا عليه القران، بدل ما قريتش عليه القران وصوتت وصرخت يبقى انت مش ايه، انت ما عالجتنيش خلاص. مظبوط. احنا بنتنبه على الايه، على الموضوع. خلي بالك في فرق بين الجن وبين السحر. طلسم السحر ده اللي هو في الدم نفسه، والجن ده مكلف فيه. الجن ده مرض روحي اللي هو خلاص متعلق بالمرض العضوي. طول ما في مرض عضوي مستحيل المرض الروحي يمشي او العرض بتاع المرض نفسه يسيب المريض ويمشي. لذلك يا شيخ راضي يعني بعد اذن حضرتك يعني، لذلك الناس تيجي تقول لك يا شيخ طب انا بسمع القران عادي، انا بصلي،
انا بقول اذكار تمام، انا ما عنديش حاجه. ده النقيض بقى. ايوه يقول لك انا ما عنديش حاجه، لا انا بسمع القران بقرا ركع، انا ما بصرعش ولا بصرخ ولا بصوت. اقول له انت عندك اعراض سحر، الجن اصلا مش معود، ده سحر، ده فين جن خبيث، جن السحر جن خبيث، ده ساكن في الجسم عباره عن طريق طلسم، رش او شرب او اكل، او طبعا معلق او مدفون او منفوخ الى غيره، فده جاي مكلف بسحر. فتعرف ان انت عندك مرض عضوي بتروح للدكاتره ما بيخفش، تعرف ان عندك اعراض سحر. فانت مش شرط ان انت تتعب من القران، مش شرط ان انت ما تصليش، لا تصلي عادي، تسمع القران عادي، الجن مش هيتعب من القران، هي هتصلي وهتقول اذكارك وهتقرا القران، ولكن الاعراض الداخليه اللي في جسمك اللي هو المرض نفسه موجود، لازم تخرج الطلسم السحر علشان تبقى طبيعي وما فيكش اي مشاكل خالص في الجسم داخل الجسم. طيب يا شيخ سعد، هو اكتر الحالات، عشان احنا برضو نعذر الناس ونقول للناس ان احنا عاذرينكم وفاهمين ان انت رحت لشيخ 100 شيخ طيب. والشيخ قال لك لازم يقرا عليه القران الاول او الجن صوت وصرخ الاول طيب. طب ده انت عامل معاه ازاي بقى؟ يعني ده الحالات دي اتعاملت معاها ازاي؟ لان معلش يعني هو الناس جايه، هو جاي ماشي على سيستم معين، بروح للشيخ لازم يضربني او لازم يضرب مراتي، ما هو واخد على كده. طب ننصحه بايه بقى؟ احنا ننصحه ان نقول له يعني اعرف الاعراض اللي عندك، يعني اسمع الاعراض بالظبط، تعرف الشيخ اللي بيعالج ان هو فاهم، بيقول لك الاعراض عندك ايه بالظبط، فانت تبقى ماشي زي ما حضرتك كده تفضلت كده يعني، وجزاك الله خير. ناس كتير بتيجي يعني بتقول ان انا عارف ان انا جايه بتعالج، يعني بتعالج من ايه بالظبط؟ ان الشيخ حضرتك جزاك الله خير يعني عرفني الاعراض اللي عندي، فانا اقتنعت وجيت اتعالج من ايه؟ ما تروحش لحد يضحك عليك يقول لك لا ده انت عندك كذا عندك كذا عندك كذا ويهمك، لا تعرف الاعراض اللي عندك بالظبط وتروح تتعالج. ما تحطش ما تمشيش ورا المشايخ اللي يقول لك لا انت عندك اعراض، في اعراض لازم تصرخ لازم تصرع من القران، لا. ولذلك يا شيخ راضي يعني الحاله اللي كانت معانا لفضل الله يعني انجابت الحمد لله رب العالمين وعالجناها الحمد لله، وانجابت من حوالي يعني 15 يوم او 20 يوم، دي بفضل الله يعني دي لفت من 4 سنين بتجري على المشايخ واللي ضربها واللي يعذبها. وطبعا لما اني طبعا اول طبعا ما جات فقالت يا شيخ انا خايفه، وبترتعش. ايه بترتعش اللي خايفه ليه؟ قالت لا اصل انت هتضرب، ما تضربش طيب، ما تضربش قوي. فضحكت قلت لها ولا ضرب ولا حاجه، ازاي والقران ربنا ما جعلوش لتعذيب الجن. ربنا بيقول لك وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين، مش عذاب وضرب وحرق، لا طبعا كل ده كلام اصلا مش ملوش اصل اصلا، ليس له اصل من الصحه. ولكن طبعا اتفاجئت لما قرات ما عالجتها بفضل الله بالعلاج وبالطريقه الصحيحه، بعد كده هي مشت على برنامج معين واصبحت بفضل الله بعديها ب 15 يوم بفضل الله، بعد ما لفت على الدكاتره ولفت على المشايخ 4 سنوات وما عندهمش اي ادنى مشكله خالص نهائي بفضل الله، يعني حملت وانجبت بدون اي لا من نشاطات ولا اي حاجه خالص، خدت العلاج بفضل الله وانجبت الحمد لله رب العالمين. تمام. احنا برضه شيخ سعد بنقول للناس ان مش معنى انك تروحي انك ما تروحيش للاطباء. لا طبعا لا تروح يعني ايوه لا ملفت هي راحت ايوه تروحي للدكتور وخدي بكل الاسباب، لان الدكتور ده الطب ده علم ربنا اداه للاطباء عشان يعالجوا بيه الناس. تمام. لكن رحت للدكتور مره واثنين وثلاثه و10 دكتور بيقول لك ما فيكش حاجه للعلاج، خلاص بقى يبقى في حاجه ثانيه. طب انت ممكن برضه يكون عندها ما عندهاش لا سحر ولا مرض عضوي وربنا مش مقدر لنا تخلف خلاص. تمام. لكن انت خدتي بالاسباب عند الدكتور ولفيتي وخلاص، ما تيأسيش، في حل تاني، ممكن يكون في سحر، ممكن يكون في حاجه، روحي وتعالجي وان شاء الله تلاقي العلاج. تمام. طيب يا شيخ سعد، هو في حالات كان حضرتك كنت عرضت لنا حاله قبل كده على الترجيع، وان في حاله رجعت دم وكده يعني كنت بعتي لي الحاجات ديت على الصفحه. ايوه تمام. واحنا الحاجات دي ما رضوش نعرضوها قوي على الشاشه عشان تبقى ما تبقاش الناس تبقى يعني تستفز حد او الناس تقرف او الكلام ده، لكن احنا الناس ديت دي حالات بتجيلنا فعلا وبيرجع لدرجه انه يرجع دم لان هو شرب دم. احنا من ضمن الحالات او من ضمن الاعراض اللي قلناها قبل كده انه السحر ده بيعمل التهاب في المعده قوي، والالتهاب ده ممكن يخلي الانسان دايما عنده معدته تعبانه على طول، وممكن يرجع دم او يحصل دم في البراز، وممكن يحصل نزيف عند البنت او الزوجه يعني، ودي بتبقى مشاكل لان السحر اصلا معمول بدم حيض او دم دوره. السحر يا شيخ سعد يعني ازاي نقدر نفرق بين نوع السحر وبعضه؟ يعني واحد عنده سحر ماكول والتاني مشروب والتاني كذا والتاني كذا، ازاي انا بقى نعرف ناخد من المريض نفسه؟ لان دي دايما انا بناكد على الاخوه اللي في المراكز، انت لازم تاخد من اللسان المريض يعني ايه العله اللي عنده ايه، وانت بفقهك وخبرتك
بتقدر تشخص ايه اللي قدامك بالظبط، ايه اللي موجود، اللي عنده ايه بالظبط من الاعراض اللي عنده. اللي احنا بنقوله ان السحر ده له 120 عرض، 120 عرض نتكلم فيهم في اكتر الحلقات، خلي بالك عشان خاطر فيه نوع سحر عندك نوعه كذا واعراضه كذا. احنا قلنا فيه اعراض عامه للسحر واعراض خاصه كل نوع سحر لوحده، فلازم الشيخ عشان خاطر يقدر يفرق بين السحر وبعضه بيعمل ايه مع المريض. تمام. بالنسبه للشيخ راضي، طبعا السحر كما نعلم جميعا انه امر خطير، امر خطير، ربنا طبعا يعني ذكره في القران الكريم يعني في سوره الاعراف، وجاءوا بسحر عظيم. فطبعا ازاي نحن نفرق يعني طبعا من اصحار من بعضها، طبعا السحر المرشوش، منفوخ، ماكول، مشروب، معلق، مدفون الى غير ذلك. ان طبعا المريض دائما في طبعا في السحر المرشوش ان هو بيشعر دائما بحرقان على صدره، حرقان جامد، يقول لك انا حاسس ان صدري فيه نار، وبيحس دايما بحموضه، حموضه شديده، يقول انا حاسس ان معدتي فيها نار. طبعا ده يعني فضلا ان طبعا هو بي عنده طبعا الم في المفاصل، طبعا ده سحر طبعا مشروط. طب المأكول ازاي؟ يحس ان هو كتله في بطنه، عباره عن في حاجه، بيقول لك ان حاجه في حاجه في المعده، زي نظام كتله في المعده، مش عارف ايه ده بالظبط. لذلك اشخاص خالد ان في حاله ما يعني والله يعني اني رأيتها بعيني، يعني السحر اللي رجعته وكان في شهر رمضان، رجعت عباره عن كتل قطع كده، قطع كده متجمعه كده، اكتر من ثلاث كتل كده طلعتها رجعتهم بعد العلاج يعني. ايوه طبعا. فطبعا زي ما هنشرب، انت بتشرب دايما في المعده بنار، ده بالنسبه للسحر المرشوش العام يعني، طبعا اللي هو المشروب. طيب. طبعا بالنسبه للسحر طبعا ايه المأكول؟ بحس ان هو كتله في المعده، حس ان هو دايما عنده سد الشهيه، حس دايما ان هو جعان بس ملوش نفس من الاكل، بحس دايما بوش فودانه، او حس بيقول لك انا ودني فيها صفاره. مع طبعا الصداع طبعا الشديد في جميع انواع السحر، طبعا عنده صداع شديد دايما. بالنسبه للسحر طبعا المدفون، يقول لك انا حاسس ان شم ريحه وحشه طبعا في مناخيري، يقول طبعا ان انا يعني عنده سد شهي دايما ارضي ايضا برضو. ان السحر المعلق ايضا يحس ان هو بطنه منفوخه جامد، الاعراض السحر المدفون حس المنفوخ، يحس ان هو بطنه منفوخه جامد دايما، يحس ان هو طاير في الجو، يقول لك انا بحس ان انا طاير. دي طبعا من اعراض الفرق الاسحار بينها وبين بعضها ازاي، ان لازم يعني اشوف المريض واعرف الحاله اللي هي المنتشره عنده. يقول لك دايما بحس انت بتستعرض معاه الاعراض الاول اللي هي خاصه بنوع السحر نفسه، انت طبعا كل انواع السحر عشان برضه الناس تبقى فاهمه. لما بتروح المركز عندنا ما لا بتخش يقول لك لا سمعنا رقي، لا انا ما سمعش رقي الاول، انا من الاول بنعرف نوع السحر اللي عندك ايه، نوع السحر، وبعدين نديك علاج للسحر، بننظف ماده السحر من دمك الاول، وبعد كده بنسمعك رقيه او نقول لك انت اسمعها في بيتك، ما تخليش حد يقرا عليك. ودايما بناكد خلي العلاقه اللي بينك وبين شيء بينك وبين الشيخ، خلي في حد من بيتك هو اللي بينك وبين الشيخ، خلي دايما يكون في علاقه، يعني مش علاقه ما تكونش اكتر من خارج النطاق ايه العلاج، حتى لو في بتتكلم مع شيخ او مع حد في المركز او في المركز عندي او اي حد، دايما بننصحها، لان دي مصايب حصل كتير جدا من الموضوع ده. خلي العلاقه بينكم ايه، ان خلاص انا بسالك عن شيء رد عليا بنفس الشيء وخلاص، ده ودي العلاقه. لكن دايما الناس بتقول لك ايه، بتعول على ان لا لازم الشيخ يقعد يحكي معايا واتصل بيه واتصل بيا. طبعا الكلام ده منافي للشرع، منافي للدين، منافي للعرف ولكل حاجه. ناخد اتصال ونرجع لك شيخ سعد. اتفضل. مين؟ الو. هاي السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. معايا الشيخ راضي؟ اتفضلي، سامعك. معاك مدام هبه. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا. بس يا شيخ لو سمحت، انا بقالي 7 سنين تعبانه. تمام. اتفضلي اسمعيني من التليفون. اسمعيني من التليفون يا استاذ هبه. اسمعيني من التليفون عشان الو. اسمعيني من التليفون، مش لازم الشاشه يعني. ايوه شيخ معاك على التليفون. اتفضلي. دايما بحس التعب في معدتي كده وعايزه ارجع ومش مرتاحه وما بنامش كويس. ودايما بحب اضرب عيالي ومش مرتاحه برضه ومش طايقه البيت حلو ولا جوزي ولا مرتاحه في اكل ولا نوم ولا اي حاجه. ورحت الشيوخ ياما وكده برضه دكاتره ويدوني ميه اشربها وكده وما برتاحش برضه بعد كده. طيب الكلام ده حصل معاكي بعد ما اتجوزتي بقد ايه يا استاذ هبه؟ بعد ما اتجوزت كده ب7 سنين. يعني حصل بعد فتره من الجواز ولا كان الاول الجواز؟ انا اول ما اتجوزت تعبت كده لمده 4 شهور ورحت للشيخ، ويعني بعد كده اخدت ميه وشطفت بيها وكده وارتحت شويه. مسكن بس يعني. ارتحت لمده سنه، خلفت ابني الاولاني وبعد كده بقى تعبت.
طيب حياتي كلها بقت عذاب. اخر الدوره قبل الفرح او بعد الفرح يا سهلة حصل فيها مشاكل؟ اه مش منتظمه لان بنزل عليها نظيف. اه لسه ما زالت لحد دلوقتي مش منتظمه. اه طيب اولادك فيهم مشاكل يا سهبة؟ اولادي دائما برضو بيحلموا بكوابيس بحنيشة دائما في المنام ومش بياكلوا كويس وفي سمار تحت عينيهم ومش مرتاحين برضو في اي حاجة. طب ما هو ده سحر اولادك عندهم سحر وراثي منك انت يا سهبة. وانا اساسا ما انا بولد بنتي الاخرانية برضو البنج ما اثرش فيا ولما خلفت بنتي ما رضتش ترضع مني وكانت تعبانة برضو فترة جامدة. كويس انها ما رضعتش منك يا سهبة لان هي بترضع سحر. أربع شهور هي بترضع سحر كده يا سهبة لان السحر زي ما قلنا ان السحر ده بيبقى في الدم عند الام وبعد كده بينتقل للطفل عن طريق الاكل او الشرب اللي هو في حبل الحبل السري من الدم وبعد كده بينتقل عن طريق الرضاعه. ف انت حضرتك منين يا سهبة؟ ايه حضرتك منين؟ انا من الجيزه. طيب يعني ان شاء الله انت جنبنا اهو هنفتحه ان شاء الله يوم الجمعه ان شاء الله في 6 اكتوبر هنا والعنوان على الشاشه وتشرفينا ان شاء الله وموضوعك بسيط جدا وحل بسيط جدا باذن الله. طب اخر سؤال يا شيخ فاضل لو سمحت. انا واخده برضه لان بيشكي من معدته مش مرتاح برضه روقه في اي اكل في اي نوم مش مرتاح روقه. طيب يعني العلاقه الحميم مش كويسه بينكم من بعض يا سهبه؟ انا ما كانتش كويسه بعد كده رحت للشيخ وقال لي تبقى كويسه بقت طيب. كويسه لحد شهرين وبعد كده رجعت مش كويسه. طيب دي. هو كده في مشكله عندكم مرتبطه بيكم انتوا الاثنين يا سهبه كده. فانت تجي لنا ان شاء الله وان شاء الله حل بسيط جدا باذن الله واحنا قربنا من حضرتك. خلاص ماشي تأمرينا يا سهبة. تأمرينا ربنا يحفظك ويبارك فيك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو برضو شيخ سعد القصه كلها في ايه؟ ان هي راحت للشيخ والشيخ اداها ميه تستحمى بيه. تمام. واللي كنا بنتكلموا فيه هو الواقع اللي الناس عايشينه. من الشيخ خالد برضو من الطرائف اللي جت الاسبوع اللي فات ده ان جت لي واحده قالت لي يا شيخ انا بطني يعني وجعتني من كتر الشرب. قلت لها شرب ايه؟ قالت لي اديني ميه اشربها. قلت لها ليه؟ قالت لي ده شيخ عطاني جردل ميه بملح شربتها كويس في يوم واحد جردل مثلا كام 15 لتر 12 لتر. قلت لها وشربتيه؟ قالت والله شربته لحد ما انا كنت يعني كانت مصارينا هتطلع مع الترجيع ميه بملح ولا زال السحر موجود. قلت لها وكده عاوز يموتك مش عاوز ايوه ميه بملح وكده عاوز يموتك عاوز ان هو يعني يدمر الجهاز الهضمي عندك بالميه والملح. فطبعا لازم الناس فعلا ان هي تعرف صح ان هي تعالج من ايه بالظبط. تعالج صح من طلسم السحر الاول تخرج طلسم السحر بالعلاج الصحيح. واول حاجه يا شيخ راضي يعني لازم الناس برضو يكون عندها يعني 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 عندها انصاف للموضوع ده ان لازم يكون عنده نيه ان الشافي هو الله. تمام. ان ربنا هو الشافي. هو مش الشيخ سعد او الشيخ راضي يعني جزاه الله خيرا. تمام. ولا مش لا احنا اول حاجه عندنا النيه ان احنا بنعالج المرض ده لله. ان المريض ده لازم يكون عندنا النيه ان احنا بنعالج علشان طبعا ما يروحش للصحراء ما يروحش للدجالين الى غير ذلك. وهو لازم يكون عنده نيه ان هو بيتعالج والعلاج ده ربنا يعني هو الشافي اولا واخيرا ولكن ده سبب من الاسباب. ناخد يعني الميدالية يا شيخ سعد ونرجع تاني ان شاء الله. الميدالية اتفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي. ازيك يا عم الشيخ؟ ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. عامل ايه؟ الحمد لله والله في نعمه. انا متابع خلي بالك كل حلقاتك. ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. بص يا شيخ انا دلوقتي بشكي من رجلي. تمام. من رجلي تعبانه خالص وكشفتها يعني ما خليتش بس برضه بعينها لسه وجعاني. تمام. لسه عامله تحليل اول امبارح. كويس. انا عملت صوره دم كامل يعني ما فيش اي حاجه في التحليل. طب الاطباء بيقول لك ايه يا ام هبه؟ طيب ام داليا الاطباء بيقول لك ايه؟ بيقول لحضرتك ايه؟ اه الاطباء بيقول لك ايه المشكله عندك؟ طيب ما هو لازم يكون في اللي يقول التهابات اللي يقول التوتر في الاعصاب اللي يقول املاح وببطل العلاج وبعين الوضع زي ما هو. انت عندك كم سنه طيب؟ انا عندي 28 سنه. ده انت صغيره يعني. ايوه صغيره ومعي ثلاث عيال انا مش يعني انا مش بقدر اقضي العيال. طيب في تعب في المعده عندك ومشكله في الدوره يا ام داليا؟ اه في تعب في المعده وفي صداع في كل حاجه. طيب يا ام داليا احنا بقى نقول لك ابشري ان شاء الله خير تعالنا المركز في اسكندريه وان شاء الله نعالجوكي والقصه انتهت باذن الله. لان كده في مشكله عند حضرتك يا استاذ يا مو داليا. ماشي يا شيخ انا مش عارفه اوصل له. لا احنا عندنا مكتبه معروف يعني مركز معروف في المعموره في على طريق مصطفى كامل الرئيسي والعنوان على الشاشه وهتلاقي ان شاء الله اي حد يرد عليك على التليفونات ووصلوك باذن الله. نشكرك. اتفضلي. ربنا يحفظك يا رب. مولانا شيخ سعد طيب يبقى شرط في العلاج النيه. نعم. النيه عند المريض بس؟ لا والمعالج ده المعالج الاساس. طيب يبقى الشرط في العلاج النيه عند المعالج انه يكون ناوي بده انه يرضي ربنا وانه يعالج الناس او ينفع الناس.
خيركم للناس انفعكم للناس انفعكم للناس. طيب انا نفحتهم بشطارتي ان انا بنعالج؟ لا، انا دايما بنقول لا تفكر انت اللي بتعالج ولا ان الشخص ده هو اللي بينفعك ولا الشخص اللي بينفعك، لا هو ربنا اللي هينفعك. لكن دي اسباب احنا ناخد بيها عشان خاطر نقدر نفيدك، لعل وعسى ان انت تلف وتلاقي نفسك المشكله بسيطه عندك وضعيفه جدا وعايز علاج سريع وتخلص باذن الله. تمام. طيب يا شيخ سعد، اخر نصيحه نقدر نوصلها للناس ونقول لهم احنا موجودين اهوت في مركز انا، ونقول لهم ايه؟ انا انصح الناس يعني اولا ان اي حد تروح له ويقول لك يعني اسم الام او الكلام ده نهائي خالص، ما تقولش السلام عليكم، لا سيبه وامشي. يقول لك اسم امك ايه؟ اقول له خد ورقه استحمى بيها، خد ورقه اشربها، خد ورقه رشها، والكلام ده كله لا ما تقولش السلام عليكم، سيبه وامشي على طول. لان ده شخص يعني والله يعني الحاله جاتني برضه من الاسبوع اللي فات الحمد لله رب العالمين، من اول اسبوع الحمد لله هي طبعا بفضل الله يعني خدت الحاجات الحمد لله رب العالمين وجرعه تمام بقت 100 100. ما كانش بيصلي، ما كانش طبعا بتعرف تنام نهائي خالص، بفضل الله نامت الحمد لله رب العالمين وبقت تمام. فطبعا يعني حد من الناس طبعا وادي ان شاء الله اتصل يعني دي حاله يعني ان شاء الله باذن الله يعني بفضل الله يعني ربما تتصل يعني في اي مره كده وتقول على الاعراض بتاعتها والحاجات اللي حصلت لها وكده. فحد عطلها ميه برضو قال لها خدي اغسلي وشك بالميه دي او اشربي الميه دي او كده، فرجعت يعني بوظت كل اللي فات. فانا اقول يا جماعه يعني بالله عليكم اي حد يقول خد انت خد الميه دي رشها على وشك خد اشربها، ما تصدقش حد خالص. انت طالما مشيت في الطريق الصحيح خلاص مالكش دعوه باي حد يقول لك انت انا هعمل لك تحويطه، الكلام ده كله ما ينفعش. يعني ازيك فيش غلط، في ناس كده تقول لي اعمل لي تحويطه، انا عاوز تحويطه، عاوز ما حاجه التحويطه. الناس مش عارفه ان التحويطه دي سحر. ايوه طبعا التحويطه سحر يا جماعه. انت الناس يقول لك خد صدفيه، خد ورقه بتاع زرقاء، خد مش عارفه ايه، كل ده سحر. تمام. طيب انا اقول له انت تحصن نفسك بالاذكار يوميا، تحصن تمام. نفسك بقراءه القران، تحصن نفسك بالصلاه، محافظه على الصلاه بعد يعني سماع الاغاني غير ذلك. انت تحصن نفسك بالقران وبالاذكار وتتوكل على الله وشيل من دماغك الوساوس وكل الحاجات دي. مش لا انا سحر، انا حصل لي كذا السحر رجع تاني. لا لازم ان انت يعني خلاص تشرع في امرك وتتوكل على الله واذكارك وما تشغلش بالك باي حاجه تحصل لك مطاردات من الجن بعد كده. طيب نشكرك يا شيخ سعد وربنا يحفظك ويبارك فيك. اخر حاجه نقدر نوصلها او نقدر نقولها يا جماعه، احنا ان شاء الله موجودين في مركز القاهره، مركز الجيزه او 6 اكتوبر ان شاء الله موجودين. ان شاء الله نحدد المواعيد من يوم الجمعه ان شاء الله، في ان شاء الله خصومات باذن الله وفي هدايا اول يوم افتتاح ان شاء الله، تشرفونا باذن الله. كون طبعا واخدين يعني اساليب الوقايه كلها، كمامتك، كحولك، حاجتك، وان شاء الله هنكون موجودين. احنا تقريبا الاخوه اللي شغالين في المراكز كلها عندي تكون موجوده في مركز الجيزه يوم 6 اكتوبر يوم الجمعه ان شاء الله. تشرفوني وان شاء الله هنكون موجود انا باذن الله بنفسي، وان شاء الله الاسبوع اللي جاي موجود باذن الله كله عشان نقدر ان يعني نفيد الناس ونقدر نقرب منهم اكتر ونقدر نطلع اسحار اكتر ونقدر نعالج اسحار اكتر ونقدر نواكب العصر اللي عايشينه الصحراء وابليس عليهم الله ما يستحقه. يعني نشكركم على حسن استماعكم ونشكر الشيخ سعد ربنا يحفظك ويبارك فيك، وان شاء الله باذن الله يعني ان شاء الله يتكرر اللقاء باذن الله. لو في حاجه سريعه اقولها. اشكر برضه يعني شيخ راضي يعني اشكر اهل جنا جزاهم الله خيرا والصعيد عامه يعني ربنا يبارك فيهم ويحفظهم اهل الكرم يعني. وانا بقول لهم انني يعني المركز مفتوح تحت امركم في اي وقت، يعني انا ان شاء الله باذن الله يعني سواء انني اقف معاكم في اي حاجه انا تحت امركم ان شاء الله باذن الله، وتشرفوا في اي وقت وجزاكم الله خير يعني ربنا يبارك فيكم ويحفظكم والله. ونوعد الشيخ سعد ان شاء الله قريب هنكون عندك هناك مركز هنا، ناخذ اسبوع هناك ان شاء الله. نشكركم على حسن استماعكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.